السلام عليكم. هسه رح نبلش بشرح الجزء الثاني من التريتمنت. رح نشرح موضوع الفلتريشن ديسفكشن ان شاء الله. هذا الموضوعين اشبه بالحفظ، عشان هيك اغلبه كتابي ما في حل. ان شاء الله رح نفهمه او رح نحفظه يعني فيديو. هذا الفيديو انت بنتكلم قبل ما نفوت على الفلتريشن رح نتكلم على شيء اسمه دايركت فلتريشن. هذا الاشي ايش معناه؟ يقول لك تحدث هاي العملية او تسمى بهذا الاسم اذا كان عندي secondary city mutation. يعني انا صار عملية بتصير عملية تنقية المياه بالحالة screening، بعدين primary sedimentation، بعدين coagulation، بعدين flocculation، بعدين مباشرة فلتريشن. لاحظ انه ما في سكندر سيدمنتيشن اللي شرحناها بالفيديو الماضي. هاي الحالة بسموها دايركت فلتريشن. هاي الحالة متى بتحدث؟ بكل بساطة كان عندي الكابيديتي اللي هي العصورة او العكورة، العصورة غالبا الكابيديتي اقل او تساوي 15 انتيو، تمام؟ اقل او تساوي 15 انتيو وحدها، وحدة عصورة. بيقول لي إذا هاي بتكون أقل أو تساوي 15 NTU وقتها إيش؟ بيكون بدي سيدمنت، بدي خلص دايركت فلتريشن. يعني أنا كان عندي 10 NTU بقول لك إيش؟ بقول لك عندي دايركت فلتريشن. فشو بعمل؟ عندي أنا سكرينينج، برايمري سيدمنتيشن، كوجوليشن، فوكوليشن، سيدمنتيشن، يعني نو سيدمنتيشن، ما عندي نو سكندر سيدمنتيشن، تمام. بقول لي أو إذا كانت أقل أو تساوي 25 يونت كلر. يعني أنا في عندي شيء اسمه يونت كلر، إذا كان 20 مثلا يكون إيش؟ دايركت فلتريشن، تمام. هذا أول إشي بدنا نحكيه عن الفلتريشن، ما بنفوت على الفلتريشن كامل. بقول لي في عندي بكل بساطة بقول الفلتريشن ريت من 5 إلى 15 بار متر على الفيت، تمام. هسه بحكي لي فانت الفلتريشن كثير طويل مش قصير، 10 صفحات تقريبا كتلخيص او 6 صفحات. بقول لي التيبكال الفلتريشن العادي اللي بيجي بعد السكندري سيدمنتيشن، بقول لي هذا هو عبارة عن باسنج water through a stationary bed of granule media. هي filter media. يعني كيلي انا في عندي filtration يكون عبارة عن مرور المياه من وعاء، عبارة هذا الوعاء عن granular media يعني حبيبات، اللي هو نوع الفلتر granular media. بقول لي أهداف project filtration، أنا شو أهداف filtration دي؟ بقول لي واحد remove suspended solid remained after secondary sedimentation. احنا حكينا هالحكي انه انا عندي عملية secondary sedimentation صار عندي ترسب، هسه اللي ترسب يضل مني يضل suspended solid، فهاي وظيفتين اللي بحذفها. بعدين لما يخلص بضل عندي pathogen باخذ بعملهم بالعملية اللي بعدها. بيقول لي كمان remove material، عندي ثلاث remove some pathogen، يعني انا بحذف some باثوجين مش كلهم، مش كل الباثوجين، بحذف جزء منهم، تمام.
هسا في عندي إشي اسمه فلتر كومبوننت. فلتر كومبوننت يعني الفلتر من شو بتكون. في عندي بتكون من إشي اسمه فلتر بوكس. كل هذا should be strong enough to handle other filter component. يقول لك هذا usually constructed with reinforced concrete. كل usual rectangular. تمام. يعني بيقول لي الفلتر كومبوننت اول شيء في عندي فلتر بوكس. هذا الفلتر بوكس زي الوعاء اللي بيحمي الفلتر كومبوننت الثانيه، الاشياء المكونات الثانيه. بيقول لي هذا ممكن يكون من القراصنه المسلحه اللي هي ار سي، ممكن يكون عندي بيكون عاده ريكتانجولار شيب. بعدين في عندي شيء اسمه الاندر درين سيستم. بيقول لي هذا الاندر درين شو بيعمل؟ بجمع مياه المفلتره، بجمع المياه المفلترة. هسه في عندي جزء اسمه بوش ووتر، كل عشان يعمل عملية اسمها باك بوش. العملية تنظف الفلتر من المواد العالقة، يعني في مواد معلقة بالفلتر تعمل عملية اسمها باك بوش موجودة بالان درين سيستم. بتعمل هاي بتنظف المواد العالقة. في ثلاث عندي الفلتر، ثلاث الفلتر ميديا. يعني شو هو الفلتر؟ كل هذا عبارة عن ممكن يكون ساند، الأشياء اللي بتكون منها وعاء الفلتر، أو إنه هو الفلتر ميديا. في أي سي وحدة، في إشي ثاني اسمه أند تايت. تمام. في عندي أكثر من نوع من الفلتر ميديا. في عندي أول إشي سينجل ميديا، يعني واحد. كل هذا ممكن يكون دول ميديا، ممكن يكون مالتيبل، يعني أكثر من اثنين مالتيبل ميديا. أنا هذه الشغلات حفظ، يعني شو مكونات الفلتر اللي أنا بدي أعمل عملية فلتريشن عليه، مش إنه فهم ما في إشي فهم، لا حفظ. بيقول لي سمولر size of filter media grains more efficient is the filtration or cloaking or appear. بقول لي كل مكان سايز الفلتر ميديا جرين اصغر بيكون افضل للفلتريشن، بيكون عندي هيد لوس كبير، ممكن تحدث عندي مشاكل معينه. تمام. فانا حلو انه يكون الفلتر صغير، بيعطيني عمليه فلتريشن مرتبه، يعني شيء كثير مرتب، بس ايش ممكن تحدث عندي هيد لوس عالي. الشغلات اللي حكيناها هون دايركت فلتريشن، حكينا عن عمليه الفلتريشن بشكل عام اللي انا حكيته. عندي هسه الفلتر كومبوننت، حكينا عن الفلتر بوكس يوجولي فورس كونكريت، ممكن يكون عندي ممكن يكون يحمي الباقي، ويوجولي ريكتانجولار شيب، الاندرين سيستم، حكينا الباك ووش هون، حكينا عن الفلتر ميديا والمن ساند والسمولر هاي حكينا باكيت لوس والانكريز ذا تشويس اوف سايز فلتر ديزاين. هذا هو الفلتر. لاحظ انه هسه عندي عمليه هيك، عندي عمليه الفلتر اوبريشن، انا كيف بعمل عمليه فلتريشن. هون شو بيقول لي؟ انا هون بدي اشرح بيقول لي هون خطوات عمليه الفلتريشن. بيقول لي افتح الفالف A، طلع هون عندي هون فالف حنفيه، افتح الحنفيه A. بس لما انا افتح العمليه A بدخل عندي مياه اللي بتدخل بالفلتر، هي الفلتر. هذا عندي الفلتر ميديا تمام الكبير، هذا اللي هو الحامل الكل او نقال فلتر ميديا، وعندي هون جوا مكونات الفلتر ساند هاي رمل. بقول لك بفوت على الفلتر، بعدين بيقول لي افتح الفالف بي. وين بي؟ اذا هذا A وهذا C هاي بي، الانفلونت اللي بخرج منه مي. هسه انفلونت
الانفلونت بدخل انفلونت بخرج انفلونت هو بفتح بي شو بعمل خرج النية. هسه بيقول لي during filter operation all other valves are crossed. يعني انا هسه لما اعمل عمليه الفلتر اوبريشن كيف بعمل عمليه الفلتر اوبريشن ايش بعمل بفتح ايه وبفتح بي صح لكل الفلفات الباقيه لازم تتسكر اللي هي اللي هي سي واي ودي تمام ايش عرفنا قول لي هسه كيف الفلتر يصير فيه باك ووش شو كل عمليه الباك ووش عمليه اللي بتنظف الفلتر من المواد العائقه طبعا هذا هو المي اللي فيه باك ووش افتح الفالف دي شو بعمل بنظف الفلتر من المواد هسه بنحكي عنه بيقول لي close valve A بيقول لي مشان أعمل backwash سكر الفالف A لما سكره بطل يدخل مي على الفلتر هاي المي هيك بتطلع سكرت A بيقول لي close valve B when the filter drops down at the top of overflow بيقول لي سكر B متى لما الفلتر يصل عند overflow top يعني هون لما يصير على الفلل قولي open valve C and D هاي open valve C هاي open valve D بيقولي this allows water from wash water هاي wash water flow up through the filter media losing طبعاً شو بيحدث عندي هون ما يدخل C و D مي بتطلع بتنظف كل اشي هون بالفش ولا ما يعرف ما تمام هاي هي عملية الباك الشيء شو هون بحكي لي open valve B open valve B هون حكي هذا الحكي اللي حكيته filter is closed عندي how filter to waste how filter to waste قولي open valve A and E open valve A and E all other valve are closed بسكر كل الفالفات الباقي effluent is sent down filter to waste for a few minutes after filter has been washed to condition the filter before it put into a surface. يعني هسا قل لي أنا بفتح A و E وبسكر الباقي شو بصير effluent وين effluent هاي اللي بخرج effluent هذا effluent قل لي شو بعمل يكون في شوية مواد بست تمام بحكي لي أنه هاي بتظل بتظل عد دقائق عبين ما الفلتر يشتغل ويرجع لشغله الأصلي تمام تمام هسا الفلتر ديزاين كيف تصمم الفلتر فلتر ديزاين في عندي أنا نوعين للفلتر ديزاين كأنه مش أكيد نشوف مع بعض فلتر ديزاين كل في عندي دي سلو ساند فلتر وفي عندي رابيد ساند فلتر يعني واحد سريع وواحد بطيء تمام السلو ساند فلتر تريت فو سورس ووتر بيقول لي رابيد فلتر تريت بيقول لي تريت شو بعمل تريت هذا لايش تريت بري treated drinking water فأنا هون بيقول لي بيعالج السورس ووتر يعني ممكن تكون وسخة ممكن هون تكون شوي معالجة مياه معالجة هذا الفرق بين سلو والرابد بيقول لي use fine sand with effective size of 0.2 millimeter هون بيقول لي use bed sand 0.6-0.75 mm with effective grain size 0.45-0.55 mm يعني أكبر قبل بأخذ يعني أكبر اللي هون slow flow bed من 0.12-0.13 متر لكل أور ما هو اسمه سلو سلو ساند فلتر بقول لي فاست فلو 2.5 متر لكل أور ما هذا الفرق هم نص لخمسة تمام هون الكوجيليشن
الفلوكليشن should not be performed upstream. هون بحكي لي flight after sedimentation. يعني هون بحكي لي بحدث بعد السيديمنتيشن. هون بيقول لي ما فيش داعي تعمل فلوكيوليشن. فلوكيوليشن هذا الفرق بين سلو ساند فلتر. هون بيقول لي بشكل عام هاي خلص هيك. بيقول لي اذا كان سمول سايز يعني كل ما زاد السمول سايز زيد افكتيف ريموفال. زيد عمل كم الافكتيف ريموفال كل ما زاد هيد لوس فلوريت تمام. انا ايش بنتج نو اذا كان الفلوريت قليل الهيد لوس عالي. الساند فلتر عنده لوس عالي. سلو ساند فلتر عنده هيد لوس عالي. هاي فشو بصير عندي؟ بصير عندي حدث تسكيرات. فبصير بدي باك بوش اكثر. تمام. يعني أنا لو يكون عندي الهيد لوس عالي عندي التسكيرات جوا كبيرة بصير بدي باك ووش أكثر. فبالتالي ربط ساند فلتر need less باك ووش. ليش بده need less باك ووش؟ أنه عندي velocity الفلو ريت عالي. فلما يكون الفاست فلو لما يكون الفلو ريت عالي ما بدي باك ووش أنا ما عندي تسكيرات. كل هون coagulated water with large flux causes binding at the surface resulted coagulated water with large causes binding at surface resulted in a rapid build-up of flux. Calculated water with large flux causing binding, high binding at the surface resulted in rapid الاشي اللي حكينا عن السنجل فلتر. في عندي فلتر ثاني والديوال ميديا فلتر. يعني في عندي تو ميديا فلتر. بس احنا حكينا هذاك سنجل فلتر على مثال عن سلو ساند فلتر. طب بس لما يكون عندي اثنين ميديا فلتر بقول لي هم عبارة عن سيليكا sand and فحم. شو هذا؟ شو معناه؟ ببساطة في عندي طبقتين للميديا. عندي واحدة بالأسفل واحدة بوتوم وعندي هاي بالطبقة العليا هاي بالطبقة السفلى. شو فوائده؟ advantage قولي longer filter run lower loss greater filtration rate. لما يكون عندي greater filtration rate شو معناه؟ يعني مع يعني ايش need less backwash. افضل اشي للباكواش ما بده باكواش اللي هو الديوال ميديا filter. تمام. عندي كمان الثالث نوع ميكست او انه الميديا الاكثر المالتيبل ميكس ميديا فلتر.
بيقول لي 3 or more filter media. ممكن يكون نفس الشيء anthracite وsand وgranite sand. تمام، هذا الحكي كلياته ايش عن الفلتر. ايش بدي اعمل انا؟ بس بدي اشرح عن الديزاين باراميتر للفلتر، يعني انا كيف بدي اعمل ديزاين للفلتر كحسابات، يعني كحسابات. شوف السلايدات اول مشان نكون اول باول، يعني عن هاو الفلتر ويس سلو فاست فلتر. هسه انا كتبت شغلات، ممكن في شغلات مش كاتبها ركزوا عليها. هون انا كتبت هون حكيت كل شيء، الرابط فلتر والساند، الرابط وهذا السلو، والمعلومات انا حكيتها كلياتها، وحكيت عن دول فلتر شو وظيفتها ميكست رام. هاي الشغلات ممكن ما حكيتها. هسه مين ديزاين باراميتر، في عندي شيء اسمه لودينج ريت اللي هو اليو، اليو اللي هي اللودينج ريت، كيو اللي فلوريت، الاي فلتر سيرفيس اريا، الديزاين لودينج ريت. انا مشان اصمم لودينج ريت 100 متر تكعيب على متر ترب على دي دوت دي متر على دي متر على دي متر على دي يعني فيلوسيتي. لودينج ريت يعني فيلوسيتي. انتي بيت كونتاكت تايم اي بي سي تي، اي بي سي تي اللي هي عبارة عن اي كيو ديتنشن تايم، ديتنشن لودينج ريت الكيو على الاريا. عندي اكزامبل قول لي floating rate is 150 متر لكل دقيقة. loading rate and flow rate is 0.044 متر تكعيب لكل سكند. what is total filter surface area needed، كم الاريا اللي انا بدي اياها. تمام، بعرف انه لو هاي اعطيني اليو 150 اعطيني الكيو تساوي 0.044. طبعا انتبه للوحدات، هاي متر تكعيب لكل سكند وهاي متر ليوم. هو بده الاريا، انا بعرف الكيو اليو قصد الفي تساوي كيو على اريا، اذا الاريا تساوي كيو على في صح او على يوم. كيو كم 0.044، اليو كم 150. بعد التحويل ايش بعمل؟ اقسم 24 اقسم 3600 تطلع معي الاريا 25 3 4 متر مساحة الفلتر. قل لي في ايش فلتر 3 ب 2 متر هم اني فلتر ار نيتد. يعني الاريا بتساوي 25 3 4 صح. انا عندي الاريا لكل فلتر تساوي 3 في 2 يعني 6. طب كم فلتر بدي؟ 25 3 4 على 6 بدها تساوي 4.2. انا بدي 4.2 ايش بعمل؟ تساوي 4. دائما قرب الاصغر، دائما قرب الاصغر، انتبه. قل لي what is the loading rate if one filter is failed. بيقول لي عندي 4 فلاتر صح، 4 ب 6 كم؟ 24. هاي مساحتهم. هسه قال لي اذا في فلتر ضرب كم ضل فلتر؟ ضل 3. كم مساحتهم؟ 18. طيب هون ايش بقول لي؟ هاو لودينج ريت اليو بتساوي كيو على اريا، الكيو ثابت، اريا كم؟ اريا 18. احول للتحويل عشان متر لكل دي بيطلع معي 211. تمام، عارفين الفكرة؟ عندي فلتر ضرب، لما الفلتر ضرب قد كم فلتر ضرب؟ 3، وكل فلتر 4. عندي مثال، إذا عندي أفلتر يونت إز 15 باي 30 فلتر، وبعد ما فلتر 2.5 مليون جالون إن 24 أور يعني تايم 24، ذا فلتر إز باك ووش آت ريت 15 فور 12 مينت، بيوز ذا أفرج فلتريشن أند ذا كوانتيتي أوف برسنتج أوف تريتد ووتر used in backwash. بس الباكوش 15 دقيقة. الباكوش ووتر عبارة عن 15 في 12 في الاريا صح؟ الباكوش ووتر هي يعني جالون بيرتين
اكو شوتر كالون بير كالون بير هي الباك واش ووتر اللي بدي اياها. باك واش ووتر انا معي اضرب 15 جالون من الدوت في التربيع اضربها ب 12 هي اوفر فلو ريت اضربها بالاريا في التربيع في التربيع بتطير المنت على المنت بتطير فبضل جالون على دي 81000 تمام. فهون هو بده النسبه بالنسبه اللي حدث لها حدث لها باك واش معي 81000 وانا طلع معي 2.5 مليون 24 اور يعني ايش بير دي 81000 على 2.5 بالنسبه 3 صح. في عندي شيء اسمه الفلتر هيدروليك بقول لي عندي الدارسي وايس باخ اكويشن تذكروها بالفلويد كان فيها الهيدلوس اللي هي المودي دايجرام بس هون بيقول لي في عندي عالم اسمه كارمن عدلها لحيث يصير اسمها كارمي كوزيني إكويشن. بكل بساطة الهيد لوس بيساوي هذا القانون فريكشن فاكتور ال اللي هو الدبث للفلتر الاي اللي هي البروسيتي الفي اللي هي الفوليوم بشكل عام اي اللي هي البروسيتي الجي جذوية ودي ديميتر للبارتيكل. فبقول لي بكل بساطة كيف تجيب الفريكشن الفريكشن بتجيبه من هذا القانون في عندي رولد نمبر رولد نمبر قانونه هو كفاي رول الواتر الفوليوم بدي على ميو تمام همش فيه هاي فيلوسيتي فيلوسيتي في اس اللي هي فيلوسيتي فيلوسيتي للبارتيكل فيلوسيتي فيلوسيتي بارتيكل بقول لي انه هاي الدايناميك فيسكوسيتي ميو هي الفيسكوسيتي قصدي والفاي هي ثابت من 75 ل 85 بيعطيني اياها شيب فاكتور. بقول لي اذا كان عندي هي باي حال بحاله اليونيفورم يعني انا كلهم بارتيكل واحد بس بقول لي اذا عندي اكثر من بارتيكل بدي اطبق قانون معين هذا القانون المعين هسه بنشرحه مع بعض. ففي عندي مثال طبعا هاي المعادله ما انت بستعملها اذا كان عندي لامينار فلو يعني الرنود نمبر اقل من واحد لازم نفحص ويطلع الرنود نمبر اقل من واحد. عندي مثال في اكزامبل في كلين ووتر ات 20 سيلسيوس از ان بد ان يونيفورم ساند لما قال لي يونيفورم ساند طبق قوانين الاولى الفيلوسيتي 5 متر لكل اور 5 متر لكل اور تحويلها هيك ذا جرين ساند اللي 0.4 ملم دايمتر فهي طلعت الدايمتر والشيف فاكتور اعطاني اياه والسبيسيفيك جرافيتي اعطاني اياها السبيسيفيك جرافيتي بستفيد منها انه بضربها ب 1000 بطلع الرو للبارتيكل بطلع الرو للبارتيكل الدث اللي هي ال 1.67 والبروسيتي 0.4 بدل الهدلوس. طيب هاي الرو عند درجه حراره 20.998 كوستي هيك فرلون نمبر بطبق قانون فرلون نمبر معي اقل من واحد معناته لامينر قانون فرلون نمبر تطبيق مباشر ضرب وطرح اي شيء فريكشن فاكتور هيو معي هيك فبطبق بالقانون بيطلع معي 0.6 تمام. هسه عشان احسب النون يونيفورم ساند بس مشان احسب النون يونيفورم ساند لازم يعطيني انا سيف اليسس لازم يعطيني سيف اليسس ليش مشان اوجد كم الدايمتر اوجد الفراكشن لهم. بلاحظ انه بالقانون في عندي اف اي جي اكس اي جي دي اي جي هسه ال نفسها ال نفسها وال في اس نفسها شو بتصفي عندي المشكله بالاكس الاكس هي بتكون معطله لكل منخل هي ريت اوف فراكشن فروم سيف اناليسيس اوجد الوزن من السيف اناليسيس والدي اي جي اللي هي الافرج بارتيكل ساز والفريكشن هاي الفريكشن فاكتور لكل مكان تمام. فانا بطبق نفس القانون بس هون باخذ مجموع لكل واحد باخذ مجموع لكل واحد تمام. فهون معطيني اعطيني الدايمتر فراكشن شو بعمل انا طلع الريلود نمبر الريلود نمبر انا ما معي ديميتر معين فبحطه كله بدلاله ديميتر اي جي طلع كله يعني الريلود نمبر في ديميتر البارتكل بالديميتر مطبق الفريكشن فاكتور بدلاله الديميتر صح فطلع معي الفريكشن بدلاله الديميتر هذا الفريكشن اي جي تمام. فهذا عندي الجدول اذا عندي هذا الديميتر بارتكل هاي الديميتر بارتكل هاي الاكس اي جي الاف اي جي كم بدها تكون طبق حط هاي هون بحط ال F I J وين هذا هون ال D I J بس بعوض الديميتر لكل بارتيكل فايش بطلعنا بطلع الفريكشن فاكتور اللي بطلع مجموع ال F I X I مجموع بطلع ال F I J صح بعدين بضربها ب X I J في D I J X I J Y F I J ال F I J نون جبتها من المعادلة هاي بعوض الديميتر لكل بارتيكل تبع الوحدات انه هو اضربها ب 1000
نخليها بالمتر. نطلع كل قيمة لل F I J K X I J T I J طلعتهم بطلع مجموعة بطلع هيك. طبعا تقدر تحلو على الإكسل شيت. لما طلعت هاي هذا الرقم 234,000 حوضه وين؟ حوضه هون V S والباقي كله ياتوا معي السؤال. تمام الفكرة كله ياتوا بعض الاشي عندي ديميتر X و F بدي اضربهم ببعض X F و X F على D الديميتر وين بدي اجيبه معطى الديميتر. طيب انا الفريكشن كيف تجيبه؟ بكون عندي فانكشن بدلالة الديميتر. طيب في عندي امبورتنت سايم مش اشياء مش مهمه مش ضروريه. في عندي هسه ايش الديس فانكشن العمليه الاخيره من تريتمنت وننهي الشابتر باذن الله. بيقول لي الديس فانكشن function لي هاي the final primary unit operation most water treatment that. يعني هاي بيقول لي آخر عملية عملية treatment. تمام بيقول لي شو وظيفتها كل يعني فوتشين هي ديسين فيكشن افكت لي كمان تو بريفنت يعني انا مشان احذف كل الفوتشين خلاص تو بريفنت هي جروث اوف باثو ان واتر ستري بيوشن system before and some more individual effect. تمام بقول لي وظائف this function انه بيعمل اللي بحذف بيقتل كل الباثوجين وبنفس الوقت بيمنع من اعادة نمو الباثوجين بالواتر تستريبيوشن قبل ما استعملها. تمام بقول لي في عندي هسه disinfection materials انا شو disinfection material بستعمل انا بشكل عام الكلوراين الكلور كلوراين اللي هون very effective and low cost يعني ايش مرتب عندي بستعمل مادة اسمها UV بستعمل مادة الاوزون O3 هسه أنا شو بدي أشرح؟ بدي أشرح الكلوراين. أنا بضيف الكلوراين. كيف أنا بضيف الكلوراين؟ هي بسموها عملية كلوراين هي هاي الكلور ضاف على شكل سائل. هون شو بقول لي خلينا نقرأهم قراءة من الهاي إذا ما قرأت أكتب الكلوراين. كلوراين ميكانيزم بيقول انه عند Cl2 HOCl and OCl at function effect HOCl is the strongest one. ما هو فلات OCl اكو شيء اللي هون انا اضيف الكلوراين للمياه بيقول لي when chlorine is added to water reducing agent and ammonia residual development feed is similar to the next figure. فهون بيقول لما انا اضيف المي الكلوراين للووتر اللي فيه طبعا ريديوسينج ايجنت شيء اسمه ريديوسينج ايجنت وفيه امونيا بيقول لي بحدث عندي هذا المنحنى اللي زي هيك بس صار في عندي اكثر من نقطه واكثر من نقطه. شو بيقول لي؟ بيقول لي اول شيء الكلوراين الكلور بتفاعل مع ريديوسينج ايجنت بريزنت اند ديفلوب نو ميشربل ريديول تو بوينت 1 يعني بضل عند بوينت 1 ايش بتفاعل فبيطلع إشي ما بقدر أقيسه بيقول لي كمان the chlorine dosage at point one is the amount required to meet the demand exerted by reduction agent nitrosferous ion hydrogen sulfide. بيقول لي the addition of chlorine in excess of that required up to point two
result in formation of chloromines. The free available chlorine is increased to 0.2. يعني الآن بيظل الكلوراين يزيد ل 0.2. بيقول لي the produced chloromines are oxidized resulting in creation of oxidized nitrogen. بيطلع لي oxidized nitrogen compound such as nitrogen oxide. أنا بيطلع عند nitrogen oxide. أنا لما يظل chloromines يتفاعلوا مع بعض وعندي نيتروجين والنيتروجين تريكلورايد which are in turn reduce the chlorine up to 0.3 ترجع بنزل ل 0.3. بعدين بقول لي once most of the chloromines are oxidized لما يتفاعلوا بالchloromines additional chlorine applied to the water creates Ra-CO residual as indicated by rising curve at 0.4. يعني بصير عندي هون 0.4 بنزل لحد ال 0.4. هاي ال 0.4 بسموها البريك بوينت. 0.4 is break point or residual is free available chlorine. بيكون عندي الكلوراين فري. هسه البريك بوينت شو البريك بوينت؟ البريك بوينت النقطة اللي ما عندها more chloromanize. طيب هسا أنا كيف بوجد الكلوراين دوز؟ بوجده اللي هي جرعة الكلوراين اللي بدي أضيفها بوجدها باللاب بس من اللاب. فقول لي هون في عندي main factor affect this function process اللي هم عندي الدوزج والكونتاكتان والعصورة والبيئج. هاي الشغلات كلها بأخذها. الدوزج شو بتعمل لي؟ بقول لي الدوزج should be sufficient to kill pathogens and maintain the dual effect. The contact time increasing increasing efficiency. أنا كل ما زاد time يزيد efficiency. تمام. معروف إنه الثيتا في الكونتاكت تايم بيساوي ات على المسافة على السرعة بتساوي فيه على كيو. تمام. قل لي الفاكتورز اللي بتأثر على الدوزج. turbidity اللي negatively affect disinfection as pathogen may hide inside these particle. يقول لي pH اللي lower pH or efficient. ايش الفوائد او الفاكتورز؟ المين فاكتورز حكيتهم. الدوزج بيقول لي لازم تكون كافي مشان تقتل الباثوجين. الكونتايم كل ما زاد بزيد الافشنسي. الكابيليتي لها عامل مؤثر سلبي للباثوجين انها بتختفي جوا البارتكل. البيئه كل ما كان اقل كل ما كان احسن. هاي الفاكتورز اللي بتاثر بالسمبشن. التمبريتشر كل ما زاد التمبريتشر كل ما كان احسن اكيد. ما بعرف صراحة. Main disadvantage. Disadvantage. Chlorine disadvantage. إنه بيحدث عندي مركبات اسمها DBS. هاي تعمل لي إشي كثير سيء. تمام؟ تعمل لي إشي كثير سيء. فبقول لي
انه الكلوراين في عنده سيئه انه بيعمل لي مركبات الدي بي اس صار. فبقول عندي اثر ديسفنكشن اللي هي الاوزون، الاوزون افضل من الاتش او سي ال اللي هو الكلوراين. بقول لي كمان اقل بايو ريد دي بي اس، يعني هو احسن من الكلوراين انه ما عندي فيه دي بي اس كثير. تمام تمام. بقول لي لو ريجدول كونسنتريشن ليدنج تو ري جروث باثوجين، يعني ممكن يحدث لي جروث، ممكن الطعام يأثر لي على الطعام. عند اليوفي، اليوفي في بي اس، عشان هيك افضل فانكشن ماتيريال اليوفي اترا فيوليت راديشن الاشعه فوق البنفسجيه، هي اقل الصوره وبتتنظف كل فتره بس هذه مشكلتها. فانكشن موديل هذا هو يعني اصعب، مش هو موضوع الحل، موضوع فانكشن وضع عليه بروبلم معينة. نشرح على السريع ونحل المثال على السريع. الـ EBA requires the greater concentration to reduce على 1000 initial concentration referred as a 3 log reduction. كل هون ما أسمع كلمة 3 log كل بيكون الـ N على الان على ان نوت يساوي 1 على 1000. تمام، فكان 2 لوج بيكون هذا الاشي يساوي 1 على 100، كان 1 لوج بيكون 1 على 10، 4 لوج 1 الى 10. فاذا قال لي شو اللوجات اللي عندك، قال لي في عندي معادله سي ان عاديتي نفس معادله السيديمنتيشن سي ان، سي قوة ان ايش هاي؟ سي قوة ان اللي هو الكي سي في، كي سي ان سي قوة ان الان اللي هي ان نمبر اوف باثوجين بقول لك بالعادي هو واحد، والسي كونسنتريشن. تمام، رياكشن ريت كونستانت عندي كي ستار اللي تحت هذا الحكي اللي بحكي انا، عندي الكي ستار اللي هي كي سي قوة ان. تمام تمام، كل هنا عندي مثال، عندي مثال يقول لي because of a purity of its groundwater source a water LT only has disfunction water delivery LT use ozone as a primary disfunction and treats 10 million gallon per day لكيو 10 the ozone bubbled into the water 4 chamber. أنا في عندي 4 chamber، يعني الماء بتدخل هيك بتنزل بتطلع بتنزل بتطلع 4 مرات، يعني في عندي N4. قال لي each chamber will mixed holds 50,000 gallons in water، يعني الفوليوم 50,000 and receives the same ozone dose، إلو نفس كمية الدوز. عندي EBA 3 log reduction اللي هي 1 على 1000 of initial concentration N على N note، لون كم عندي كم chamber، عندي 4 chamber، يعني N4 على N note هي 1 على 1000. What is the minimum ozone concentration must be used to achieve the required ozone اللي specific lethality of coefficient dilution of ozone هو 1.8 لتر ملي جرام minus 1، يعني K star 1.8. تمام، K star 1.8 شو بده؟ K 1.8 C صح؟ C قوة N 1، أنا بدي C أوجد السين. فأنا إيش هاي المعادلة؟ أطبق معادلات، أطبق دقيقة بس. تمام، فعندي أنا كل واحد فيهم كمبيت ميكس رياكتر سي أس تي آر، فأنا بطبق معادلة 0 بتساوي كيو إن 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 اللي هي النوت ناقص كيو أوت سي أوت اللي هي إن أوت ناقص كي تمام. طبق هاي المعادلة، عارف انه بعد ما نصفتها بيطلع معي ال N بتساوي نوت 1 زائد K في ثيتا، صح ولا لا؟ راح تقول صح. ال K ايش هاي؟ هي ال K K star K. تمام، شو الفكرة؟ الفكرة كيف تجيب ال K؟ ال K هي K في C
صح؟ هسه صار بدي أوجد concentration، تمام؟ بدي أوجد concentration. شو بعمل أنا؟ بدي أطبق هذا الشيء أربع مرات. بدي أطبق من هون لهون، بدي أطبق من هون لهون، بدي أطبق من هون لهون، بدي أطبق من هون لهون. بدي أوجد أنا N1 على N0 تساوي 1 1 زائد K في ثيتا. بدي أوجد N2 على N تساوي نفس الطريقة 1 N2 على N0 1 على 1 زائد K ثيتا شو قوة 2. وطبق مرة ثالثة وطبق مرة رابعة، فبالتالي N M من عدد الشامبر على N0 تساوي 1 على 1 زائد K في ثيتا قوة. فكرة كثير مهمة K تر الكونسنتريشن راح يطلع معي N نوت على N4 قوة ناقص واحد بعد الاشتقاقات والتخفيض اوكي ثيتا. من هالحالة إذا كان CSTR إذا حكالي هو لوك فلوري أكتر بطبق معادة البلوك فري أكتر C وتساوي T نوت قوة ماينس K في T، تمام؟ ننسى الإشي جدا نتراجع على سؤال ثيتا. الان نوت على ان فور ايش هاي؟ عبارة عن واحد على الف، عبارة عن الف قصدي، عبارة عن الف، لانه الان فور الان نوت هو واحد على الف. هذا الاشي نوان جبنا الثري لوك، عوض هون الف ثيتا في على كيو كمل في 50,000 الكيو نعطيها 10 كأنه 10 الكي في سي سي فوق الكي كم 0.8 بطلع بطلع مع الكونسنتريشن 0.6 خلص السؤال خلص الشابتر الحمد لله. طبعا هاي الحل طبق معادلة السي اس تي ار المعادلة بالنهاية صفى معاه زي هيك صفى معاه زي هيك. طبعاً هاي تحويلات الفرق. هيك خلصت. خلص. لاحظوا معادلة التريتمنت. رحنا احنا كل هذا بيوهين. رحنا الجرينينج، سيدمنتيشن، كوجوليشن، فوكيليشن، سيدمنتيشن، فلتريشن، ديسفنكشن. ان شاء الله هسه راح يكون في فيديو حل اسئلة. وصل اسئلة اتشاب ان شاء الله. هيك ساعتها ما بيطلع علينا غير موضوع بسيط اللي هي الجراوند ووتر تريتمنت. موضوعين صغار جدا. ما الجروث نكون انهينا المادة بإذن الله. لكم ألف عافية.